وبعدين ببص الناحية دي لقيت في طاولة قاعدين عليها ستات كبار عاملين زي لجنة التحكيم كده، وطبعا كل واحدة بتدور على عروسة لابنها، وقدامهم في شوية بنات اللي هم المتسابقات بيرقصوا طبعا وبيبذلوا مجهود علشان يعني نشوف مين الأقدر باللقب. وطبعا ما نقدرش نلومهم، هي دي عادتنا. ببص الناحية التانية لقيت في الطاولة بتاعت العريس أهل العريس والطاولة بتاعت أهل العروسة بيحدفوا بعض بالطوب، اللي ما تفهمش ليه، يعني لسبب كوني ما دايما في الأعراس بيبقوا مش طايقين بعض وما نعرفش ليه. المهم ما علينا، فجأة انطفت الليتات وتبطلت القاعة شي من فوق، واندشت العروس على تنين مجنح. ليش؟ لأن بنت عمتها بعرسها دشت على شي فرس نهر أبيض، فهي لازم تسوي شيء يعني أكبر وأكشخ، فدشت على تنين مجنح شي ينفث نار وورد وشي، وكان يصفط يم الكوشة. انزلت العروس لابسة نفنوف يلوع الكبد كله شيء ترتر وتشتافها الكبر، احد يحط ترتر بنفنوف عرس؟ يعني لا، وتقول لك اللي صعب، اللي صعب لو شافه والله بيبكي. المهم لا، ومسويه فيك تان وشكلها، تعرفون شلون لما تطلب بطاط من مطعم ويطلع وحده شيء سودا محروقه شيء بالشكل، يعني تلوع الكبد يعني ويع. المهم فيعني بلا طول سيره، انا ما بحب احكي كثير يعني عن الناس. فالمهم فتحوا اخيرا البوفيه، واول ما قالوا الناس انه يلا تفضلوا على البوفيه لقيت لك كل المعازيم بلشوا ركض. طبعا انا شفت هالمنظر، حطيت فستاني بين اسناني وبلشت انا كمان اركض. وصلت اخر شيء على البوفيه، طبعا كان كثير يعني وصلت متاخره للاسف، ما لقيته ممسوح مسح، ما في ولا حبه رز يعني. طبعا انفلجت انا، يعني انا تحملت العرس كله ونطرت كل هالنطره عشان اخر شيء يعني اطلع من المولد بلا حمص، ما انفلجت، بلشت تجيني هيك غزات بقلبي ونفسي هيك انقطع، وبلشت هيك تك يعني واشطب ارضي الله وكيلكم. اخر شيء قلت خلاص بنوب يعني توبه، ما بقى اروح اعراس، حتى عرسي ما راح اروح يعني. يعطيك العافيه. طيب ريم، ريم فنانه الصراحه، ما 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 حاولتي تقلدي اللهجه السعوديه؟ طيب حاولت إيه؟ وعم بشتغل عليها، بس ما رح اقلدها هلا لان رح تضحكوا علي. طب اعطيني